السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار الفيديوهات الخاصة بالترجمة ديال المصطلحات العلمية ديال كتاب المتعلم والمتعلمة من هل النشاط العلمي الخامس ابتدائي، بالضبط في الوحدة الرابعة توالد الحيوانات، لونيتي ديداكتيك 4 لا غوبرودكسيون دي زانيمو. لا غوبرودكسيون هي توالد لي زانيمو هما الحيوانات. الحصة الرابعة تطور جنين كل من البيوض، يعني كل من الحيوانات البيوضة، والولود يعني كل من الحيوانات الولودة. سيونس 4 لو ديفلوبمون. لو ديفلوبمون هي تطور. لو ديفلوبمون دو كوا؟ لو ديفلوبمون دو فوتوس. فوتوس هو الجنين، داكوغ. دوفيبار بيوض، يعني الحيوانات البيوضة هما لي زوفيبار، والحيوانات الولودة هما لي فيفيبار. صافي. دونك le développement du foetus, d'ovipare et du vivipare. D'accord. ندوزو الان لاهم المصطلحات العلميه المتعلقه بهذا الدرس. هنا كما كنشوفوا عندنا واحد البيضه، يعني تطور جنين الحيوانات البيوضه، جنين داخل بيضه. اذا هنايا كما كتلاحظوا البيضه غادي نعرفوا المكونات ديالها. غنبداو بهذا الجزء الاحمر اللي هو الشعيرات الدمويه اللي هما دي كابيلير سانغي. صافي. غندوزو الابيض البيض كيتسمى بلون دوف، الالبومين كيتسمى الالبومين. صافي. هو الابيض ديال البيض. بالنسبه للمح او الاصفر ديال البيض كنسميوه جون دوف، يعني اصفر البيض او لا فيتيلوس. فيتيلوس جنين هو الفوتوس، غرفه هواء، يعني الغرفه هنا كيكون غير الهواء ملي كيتهوى هاد الجنين. شامبر اير، شامبر اير. وبالنسبه هنايا عندي القوقعه، هي داك القشره البرانيه كتسمى كوكي. كوكي قوقعه، كوكي. دونك المكونات ديال البلاصه فين كيعيش الحيوانات او فين كتعيش الحيوانات البيوضه البيضه. اذا عندنا ابيض بلون دوف البومان، شعيرات دمويه لي كابيلير سانغين. المح هو جون دوف فيتيلوس، الجنين هو فوتوس، غرفه هواء شومبغ اير، كوكي هي القوقعه. صافي. دوزو الان باش نعرفوا المكونات ديال المكان اللي كيعيش فيه او اللي كتعيش فيه الحيوانات الولوده، الجنين ديال الحيوانات الولوده، مثال جنين البقره. اذا هنايا لاحظوا، اولا غنبداو بالجزء الاصفر اللي هو الرحم لوتيريس. هنايا عندي فين كيعيش هذا الجنين واحد السائل سلوي كيتسمى لامنيوس، وهنايا عندي الجنين كيتسمى فوتوس، وهنا الحبل السري هو منين كيقتات داك الجنين. صافي. كياكل الجنين من داك الحبل السري. اذا الحبل السري هو لو كوردون امبيليكال، كيتسمى كوردون امبيليكال. دونك الرحم هو لوتيروس، سائل سلوي لامينيوس، جنين فوتوس، حبل سري هو الكوردون امبيليكال. وهادو هما المكونات ديال الجنين ديال الحيوانات الولوده، او البلاصه فين كيعيش، مكان تطور جنين كل من البيوض والولود. هذه بالنسبه للولود، واللي كانت قبل كانت بالنسبه للبيوض. صافي. بعدا غادي نكون كملت هاد لا فيديو ديال اليوم. للمزيد من المعلومات والدروس لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.